ما كانت مشكلتي أنا أبداً، صدقني هاي مشكلته هو. ساتندر ليك بحكي معك بعدين. إيه مرت أخي راجي، شو القصة ماما؟ ليش راحت مرت أخي بهالوقت المتأخر؟ راحت عبيت أهلها، قالت لي إن حابة تبقى عندهم كم يوم يعني، لهيك سمحت لها حبيبي. أهلها؟ قصدك إجت لهون لحتى تخبرك بهالشي بس؟ إنها رح تبقى عندهم كم يوم؟ إيه، إجت لحتى تاخد إذني وأنا سمحت لها عادي. تصرفي منيح؟ ايه ماما، بس كانت بتقدر تخبرك هالشي على التليفون، ليش تتعذب وتجي لهون يعني؟ شو قصدك بهالحكي؟ اه؟ هي اجت على البيت وانا قلعتها من هون؟ انت شو قصدك تقول؟ اني كذابة؟ اه؟ لا مو هيك ماما. لا امبلا هيك، وكنت عم بتلمح لهالشي بخجل. ماما انت كتير فهمتيني غلط. لا ما عم افهمك غلط، هيك كان قصدك، بس مستحي انك تقول. ماما دايماً في نوعين من الناس، النوع الأول بيتكيف مع الوضع اللي هو فيه شو ما كان حتى لو كان هالوضع كتير سيء، تاني نوع هو اللي بيشوف هالوضع السيء كيف وبيحاول يتعلم منه ويستفيد. أنا دايماً بمشي بالطريق الصح ماما، وبحاول بكل قصة أعمل جهدي لحتى أكون على حق وصح. قصدك تقول إنه الوضع ببيتنا سيء كتير مو؟ لا ماما، كان قصدي إليك إنه الوضع ببيتنا كان ممكن يكون أحسن، ما بعرف شو في بيناتكم بالضبط، بس اللي أنا بعرفه إنه أخي ترك مرته عنا واعتمد علينا. أنا ما بقدر شوف مرت أخي متضايقة هيك. جيت؟ شو قصدك تحكي؟ نحن عم نزعجها ونضايقها لنكون عم نقتلها كمان؟ لسه ما قالها غير يومين عنا بالبيت مو أكتر من هيك، ودغري حضرتك بلشت تدافع عنا؟ فكري منيح، تخيلي الحب اللي عطتنا اياه قديشه كبير وله تأثير حلو إيجابي على حياتنا لحتى صرنا ندافع عنها هيك. والله احكي عن حالك وبس مو عن الكل. بكفي جيوتي،